الوداد الرياضي البيضاوي يحيي أماله في التأهل للدور الموالي بعد الانتصار على سيمبا التنزاني بهدف نظيف في آخر الدقائق. اللاعب الدراوي أنقذ الوداد وأنقذ معه عادل رمزي. أما الجماهير الودادية فتطلب من المدرب والرئيس التغيير. كنت خايف من هذا السيناريو ديال أننا ما ننتصرش ولا نتعادلوا وباش ما يبقاش لنا الأمل أننا باش غادي مازال نلعبوا على العصبة، ولكن الله سبحانه وتعالى ما بغاش يخيب هذا الجموع هذا اللي جا من كازا وجا من العديد من المدن وجا باش يشجع فريق الوداد البيضاوي. ضيعنا ضرب جزاء في الحقيقه، ما كناش في الملعب، ما كناش حاضرين، ما عرفش اش وقع للوداد. ربما خصها تعاود تعجن، تعاود تصبر في شي ماكينه الصابون، تعاود دير شي رقيه للاعبين، اللاعبين ما صالحينش انهم يلعبوا في الوداد ولا يهزوا هذا القميص هذا، اللاعبين ما كيعطيو حتى شي اضافه، اللاعبين ما كيحموش وجه لهذا الفريق. كنجيو نشجعوا فريق الوداد البيضاوي، ما كنجيوش نشجعوا لا لاعبين ولا مسير ولا رئيس. يمشي رئيس ويمشيو لاعبين وكتبقى الوداد هي الوداد. اولا بعدا هنيئا لفريق الوداد على هذا الفوز رغم الصغر ديالو، ولكن كتبقى ثلاث نقاط مهمه ربما اللي تخلينا نبداو المسار عاوتاني من جديد ونبداو ندافعوا على اللقب ان شاء الله المره الماجيه ان شاء الله. ماتش داش صعيب، فيه شد ديال الاعصاب، ربما تصرفات ديال الجمهور او ردة الفعل ديال الجمهور كتبين كثره الضغط اللي كانت عليه. كنظن انه عادل رمزي خصو يراجع الاوراق ديالو واللعابه يخدموا على الجانب الذهني ديالهم، لانه اللعابه ما كنظنش انهم ناقصين تقنيا، ما عندهم مشكل ذهني. خص اللعابه تركز مزيان. رمزي يعيد النظر في النهج التكتيكي ديالو، لانه وسط الماتش ما كيديرش تغييرات في طريقه اللعب في النهج، يعني ما كنشوفوه غائب وسط اللقاء. كينقد سيرتو رمزي، حيت كنظن اليوم كون خسر رمزي كان غادي يمشي. اللعابه ما قدموش داكشي اللي كنا كنتسناو منهم من الماتش اللي فات، ربحوا بدات حيت وجده كانوا ناقصين، مي اليوم كيبان لنا الوداد ناقصه. رمزي انا كنظن خاصو يبقى مالغري هاد لو ماتش هذا. ديجا عندنا 3 بوان، باقي لنا تسعود نلعبوا عليهم، نمشيو نجيبوا شي ماتشات على برا ونربحوا الماتش اللي عندنا هنا مع لاسيك، ونقدروا كيف ديما ندوزوا حنا الاولين ونمشيو حتى لافينال ديال الشامبيونز ليغ. جوستومون دونك اسيك ميموزا اللي هما الاولين غادي نعاودوا ندخلوهم، نقدروا نديروا 6 بوان. اسيك ميموزا ربحوا هذاك الفريق جالاكسي اللي كان ربحنا في المغرب، صادق كنا اوني كابابل دالي غاني عندهم في البوتسوانا. كنظن الحظوظ باقا ملعوبه، الوداد كبير بالجماهير ديالو باللعابه ديالو، حنا وني ابيتوي لهذا الشيء دوبي 10 دي دوبي من ديما، حنا وني ابيتوي لهذا لو ستريس وهذا العذاب اللي عذبونا حتى لا ديغنيغ مينوت. حنا كجمهور ولا شخصيا كجمهور غنبقاو مع الوداد، غنتبعوا الوداد، عندنا ماتشات قاسحين كنلعبوا وسط السيمانه، كنلعبوا على برات البرمجه ما كتعاونش، مي كيف قلت لك حنا ولفنا هذا الشيء وغادي نكملوا بحال هكذا باش نمشيو حتى لافينال. ميرسي اخويا. هذا الضغط هذا اللي كاين اليوم كاين علينا انا كمشجع وداد، علينا ثلاث سنين دابا. هذا الضغط هذا كنعيشوه ثلاث سنين تحت بزاف ديال الحوايج. عندنا النقص عندنا باين، عندنا الخلل في لي زاتاكون. الرئيس ما بغاش يدير حتى شي خطوه يجيب لنا شي اتاكون مزيان من البروميير شوا. ديما كنشوفوا فراقي بحال الاهلي والطرجي هما اللي كيديو لعابه لي زاتاكون في البروميير شوا. حنا ديما كنقلبوا على الهاوته، شي تسعود هاوتا شي عزي هاوتا كنقلبوا عليه فحال ما هكذا. الاشكال اللي كاين عند الوداد راه قلتوا لك كاين في لي زاتاكون، خاصنا اتاكون مزيان، وراه غتبان لك الوداد فرقه اخرى. حيت بهذا المستوى باش خسرنا ثلاثه لي كوب ولا خمسه لي كوب تقريبا بهذا المستوى هذا، ما عندناش اتاكون.